هل شي مرة تناولتوا 9 معالق سكر ورا بعض؟ أكيد لا، لأنه هيدي الكمية كتير هائلة، وأكيد في بعض الأشخاص ما بيقدروا يتحملوها وممكن تعمل عندهم لا يتنفس، وحتى أنه بعض الأشخاص ممكن تعمل الاستفراغ. بتحديكم حتى تجربوا تاكلوا 6 معالق سكر ورا بعض. ولكن بتصدقوا إذا قلت لكم أنه أكثر من 1 مليار شخص يومياً عم بيتناول هيدي الكمية الهائلة من السكر؟ كيف؟ بأنهم يتناولوا كان واحدة من المشروبات الغازية اللي فيها 330 ملليلتر. هذا الشيء على فكرة مش أنا اخترعته، هذا الشيء موجود بالمعلومات الغذائية اللي مكتوبة على كل المشروبات الغازية. في بعض الأشخاص بيشربوا 500 ملليلتر بيكونوا عم يشربوا تقريبا 16 معلقة سكر، في بعض الأشخاص عم يشربوا لتر، يعني عم يشربوا أكثر من 27 معلقة سكر. الكمية الهائلة من السكر اللي موجودة بالمشروبات الغازية ما هي المشكلة الوحيدة بالمشروبات الغازية، ولكن بعض الدراسات هلا عم تفرجينا إنه في علاقة بين تناول المشروبات الغازية وقصر القامة عند الأطفال، وحتى إنه التقصير بالدراسة عند الأطفال وبالعلامات المدرسية اللي هن عم بيجيبوها. بس حبلش بالمشكلة الأساسية اللي هي كمية السكر اللي موجودة بالمشروبات الغازية. شو بيصير بالجسم لما نعطيه 9 معالق من السكر؟ اللي بيصير انه الجسم بينقص وبيخاف وبحاول يخفض هيدي الكميه الهائله من السكر. كيف؟ بانه البنكرياس تبعنا يعمل انسولين اللي هو بيلتصق بالسكر وبحاول ياخده للاعضاء اللي بحاجه لسكر او بحوله لطاقه، ولكن الجسم ما بحاجه لهيدي الكميه اللي كتير كبيره من السكر. فاللي بيصير هو انه بحول كل السكر لدهون، ولكن هيدي منها المشكله الاساسيه. المشكله الاساسيه هي انه البنكرياس بيتعب من محاولة ضخ الكمية الكبيرة من الانسولين لحتى ياخذ السكر من الدم، يوم بعد يوم بعد يوم بيتعب يتعب يتعب وبعدين بيتلف، ولما يتلف البنكرياس ببطل حتى قادر انه يعمل كمية انسولين صغيرة لأي نوع طعام نحن بناكله، واللي بيصير بهذه الحالة هو سكر بالدم عالي ومرض السكر اللي بيكلف العالم ملايين من الدولارات سنويا، هو من أكبر المشاكل اللي موجودة الصحية الموجودة حول العالم. وهذا الشيء عم نشوفه صار حتى بالأطفال، وبطل مرض بنشوفه بس بالكبار بالعمر. بعض الأشخاص اللي بيسمعوا هذا الشيء بيقولوا مش مشكل نشرب مشروبات غازية دايت، ولكن حتى المشروبات الغازية دايت اللي بتعتمد على بدائل السكر هلأ دراسات عم فرجينا أنه ممكن تكون مضرة أكثر من السكر نفسه، ولكن هذا موضوع بحكي فيه عن فيديو تاني. قصر القامة اللي عم بيكون عم بيجي مع تناول المشروبات الغازية الباحثين هلا عم بحاولوا يشوفوا شو سببه، وفي 3 أسباب ممكن تكون هي عم بتأثر على هذا الشيء. أول شيء هو الفوسفوريك أسيد اللي موجود بالمشروبات الغازية. الفوسفوريك أسيد هو طعمه اللي بيكون طاغي على السكر، وعشان هيك بنقدر بنحس حالنا ممكن نتحمل الكمية الهائلة بالسكر الموجودة بالمشروبات الغازية. الفوسفوريك أسيد لما يفوت على الجسم عم بيلتصق بالكالسيوم وعم بيطلع الكالسيوم برات الجسم بدل ما الكالسيوم يلتصق بالعظام، وهذا الشيء عم نشوف إنه عم بيأثر على العظام الموجودة عند الأطفال، كتير عم بأثر على الأمهات الحبالة، وأيضا عم بأثر على ترقق العظام، ولكن أكثر شيء عم بأثر على الفتيات. والسبب الثاني ممكن يكون عم بأثر على قصر القامة وامتصاص الفيتامينات والمعادن هو عم بيكون كمية الكافيين اللي موجودة بالمشروبات الغازية. كمية الكافيين الموجودة بالمشروبات الغازية عم نشوف إنه هي عم بتأثر على امتصاص الفيتامينات والمعادن، وحتى إنه الأكاديمية الأمريكية للأطفال لطب الأطفال عم بتقول إنه ممنوع منعا باتا تناول الكافيين للأطفال اللي عمرهم تحت 12 سنة. ليه؟ لأنه تناول الكافيين عم بيعمل نوع من الإدمان عند الأطفال، وهذا حتى نحن ككبار عم بيكون عنا إدمان على الكافيين، فتخيلوا كيف هذا الشيء عم يعمل الأطفال، عم بيعمل عندهم سرعة بدقة القلب، عم بيعمل عندهم مشاكل بالضغط، وعم بيعمل عندهم إدمان هن أكيد ما بحاجة له، ونوع من الهايبر أكتيفيتي، والأطفال عم نحس إنه طبعهم كتير أجريسيف وعدواني وما عم نعرف كيف بدنا نتعامل معهم، كله من وراء الكافيين والسكر اللي كمان بعض الأبحاث عم بفرجينا إنه عم بيكون عم بيعملنا نوع من الإدمان. ثالث سبب ممكن يكون وراء قصر القامة ومشاكل بالعضلة عم بكون عند الأطفال اللي عم بيتناولوا المشروبات الغازية هو عم بيلاقوا إنه هو لأنه الأطفال ما عم بيشربوا الكمية الكافية من الحليب، لأنه عم بيستبدلوا الحليب بمشروبات غازية، أو لأنه نظامه الغذائي الكامل عم بيكون ناقص فيه فيتامينات ومعادن، بما إنه هن عم بيركزوا كتير على سعرات الحرارية من المشروبات الغازية. ولكن كيف فينا نحن نمنع أطفالنا إنه يشربوا المشروبات الغازية؟ لأنه مثل ما قلنا هن مدمنين عليهم. الطريقة وأهم طريقة حتى
نحن نمنع هذا الشيء هو انه نحن نكون القدوه لاطفالنا، لانه حاليا قدوه لاطفالنا هن اللاعبين الرياضيين والممثلين والمودلز مثل كندل جينر مثلا، اللي كثير من الفتيات بتابعوها وبتابعوا حياتها، وهن اللي عم بكونوا اليوم القدوه لاطفالنا وعم يعملوا دعايات وعم ياخذوا عليها ملايين من الدولارات لحتى يسوقوا المشروبات الغازيه. فلازم نحن نكون القدوه لاطفالنا ونحن بنشربها لحتى هن ما يشربوها. ومن اهم وابسط الاشياء ممكن نعملها نخفف من تناول المشروبات الغازيه هي انه نمنع وجودها بداخل المنزل. فمجرد ما نحن هنعمل هذا الشيء، اول يوم صعب، ثاني يوم صعب، ثالث يوم صعب، ولكن مع الايام مثل ما ادمان الدخان بيكون، مع الايام لما ينضف جسمنا من السكر فبيبطل جسمنا يطلب السكر مثل قبل. وكمان من اهم الاشياء اللي نحن ممكن نعملها هو انه دائما نخلي يكون في وجود مياه على سفرة الطعام وحول المنزل لحتى الاطفال يروعوا عطشهم من المي ومش من المشروبات الغازيه.